يقول: حينما ينزل عيسى ويدعو للإسلام، هل تقبل توبة من تاب وأسلم، أم أن باب التوبة قد أغفل؟ لا، تقبل التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، أما قبل ذلك فتقبل التوبة. نعم، ولذلك تقبل توبة اليهود، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يتوبون ويقبل الله توبتهم.